حالة التأسيس كانت معجزة بكل ما تعنيه تلك الكلمة. يعني أنا لو سألت لما أتيت هنا أي شخص سنة 64 أو حتى 67، هل تتصور أن أبو ظبي سوف تصل إلى ما وصلت إليه اليوم؟ أي كاتب، أي محلل، أي ما كان تهمني بأنه أحلم، يعني لأنه ما حققته الإمارة والدولة في خلال المرحلة التأسيسية معجزة بكل ما تعني تلك الكلمة.